يسعدني ان يكون معايا الشاعر المتالق دائما امير طعيمه. بقول لك مليون مبروك على الجائزه النهارده. الله يبارك فيك يا حبيبي، تسلم لي، ميرسي. والمدام طبعا المطربه المعتزله جيني، بقول لك من ورا الدنيا كلها ثانك يو سو ماتش، ميرسي لحضرتك. ايه بقى الامير النهارده؟ بقول له الف مبروك وربنا يوفقه وربنا يسعد قلبه وروحه زي ما بيسعد كل الجماهير الحلوه دي. يا رب. 2019 كانت سنه سعيده عليك على المستوى الفني، قدمت الحقيقه اكتر من اغنيه، يعني حققت نجاح كبير. اكتر اغنيه شايف ان هي علقت مع الناس ايه؟ لا صعب الحمد لله، في حاجات كتيره بس انا اقول اعلى فيوز، اعلى فيوز عشان انا ما اقدرش انا اختار، كانت ابن مصر ومن البدايه، وطبعا قادرين نعملها وما بقاش سر، والطير الوحيد لامال ماهر، وانغام معظم اغانيها كانت عملت فيوز يعني الحمد لله الحمد لله. اغاني الممر، اغاني الكنز صعب، والتترات يعني دنيا سمير غانم، كل الناس الحمد لله. انا تعبت مع الناس كلها، فيعني كل اللي اشتغلت معاه السنه دي انا فرحت معاه الحمد لله. وفي اسامي انا اسف لو اي اسم نسيته، لان كان في انا عامل اكتر من 80 عمل السنه دي، صعب اقولهم كلهم.